عالسلامة، شرحوا لكم، شو هتكونوا بألف خير ومرحبا بكم في فيديو جديدة. الفيديو متاع اليوم سبيسيال، أول مرة نصور فيديو كيف من هكا. شاملكم روم تور على البيرو متاعي، في نفس الوقت هو البيت اللي حاطة فيها المكياج والحواج متاعي والبيرو اللي نخدم فيه، خاطر كتبوا فيه على انستغرام تعرفوا اللي أغلبية خدمتي تكون في الدار، دونك عملت سبيس هذايا باش نخدم فيها وفي نفس الوقت نخلي الحاجات متاعي. والفيديو متاع اليوم اون كولابوراسيون مع جوميا اللي هو أول سيت دو فونت أون ليني في تونس، واللي شفنا عنده قبل ما تبدا الكولابوراسيون هذايا. هاي باش نوريكم الحاجات اللي خديتهم من عندها واللي استعملتهم باش نعمل سبيس هذايا. سينو إذا كنت تابعوا فيا على انستغرام أكيد راكم سمعتوا بالحكاية. فات من 23 جوان حتى 7 جويليا هو عيد ميلاد جوميا السابع، واللي عملوا فيه دي بروموسيون كبار على الآخر يوصلوا موان 60%. وبالأوكازيون نتاع الكولابوراسيون نتاعنا عطاوني كود برومو جي أ ألفا تنكتبولكم، إذا كان تستعملوه أبار لي بروموسيون الموجودين تزيدو تاخذو موان 10% أخرين على لي زاشا الكل، على لي كاتيغوري الكل، مش جوست الحاجات اللي باش نوريهالكم. وإذا كان حرتو معرفتوش كيفاش تعديو كوموند أون ليني، امشيو لكونت انستغرام تاعي، يعني باش نخليلكم الانستغرام تاعي هنا، فما على أون فما أونلي مكتوب عليه جوميا، وريتكم بالديتاي الكل كيفاش تعديو دي كوموند من سيت جوميا. ما تنساوش زادا باش تفقدوا ديسكريبشن بوكس باش نخلي لكم فيه السيت نتاع جوميا واللين نتاع الحاجات اللي باش نوريهم لكم السيت، وكيف كيف الكود برومو واللين نتاع الانستغرام تاعي. حاسيلو لي زانفورماسيون يستحقهم الكل موجودين في الديسكريبشن بوكس. ما تنساوش باش تعملوا جيم الفيديو اذا كان عجبتكم، وسبسكرايب تو ماي يوتيوب شانل، وانزلوا على النقوز هذاك باش تجيكم نوتيفيكاسيون كل ما نهبط فيديو جديده. من غير ما زين نطلع عليكم برشا بالحديث، هيا نبدأ. باش نديكم البورت شوسور هذي خيطها من عند جوميا، عندي 3 شهور هكاكا. اللي عجبني فيها اللي هي فيها البارتي هذي الوطنية، تحطوا فيها الصوابط نتاعكم، وفيها الخجل هذي تحطوا فيه الحاجات اللي تحبوا عليهم، وعندكم زادة الاسباس هذي تزينوها كيف ما تحبوا. سينا انا هوني حطيت لي لونيت نتاعي، فما هكا قربج اللي ما نحبوش يبدا ظهر خبيت هوني. سينا لي تابلو هذو ما زوز خيطهم من عند كاستيلو كازا في صفاقس، هذايا بوجي نسيت تمنين، هذايا من عند ماما، هذو ما زوز خيطهم كي سافرت اخر مرة لامريكا. نتعدى للمبل اللي بعدو. المبنى هذا كيف كيف خيطو من جوميا، ظهري خيطو في مارس ولا في فيفري اللي فات. بون نورمالمون تاع ديكوراسيون فيه 1 2 3 4 5 اتاجير، في 5 اتاجير. انا صممت باش نخبي فيه ولا لم فيه المكياج نتاعي لي اكسسوار نتاعي. باغ ليكم اليوم تاع كل شيء في الديسكريبشن بوكس. سينو هذوما بنز بلاستيك شريتهم من السوق، لي باليت، لي فون دو تان، لي بودر، هذوما من برايمارك خديتهم عندي سنين، لي روج ا ليفر نتاعي، هذوما لي بيغمون ولا لي فارغ بوبيغ كنت تبدا بالوحدة، البراشز نتاعي، لي اكسسوار، واللوطة الحاجات اللي مازلت ما استعملتهمش. That's that. نقص برشا راني بالمكياج نتاعي. الجمعة اللي فاتت عملت تنظيف هايلة، طيشت برشا حاجات اللي ما عادش نستعمل فيهم ولا عندهم سنين هكاكا محطوطين وفزوا كل شيء. So yeah, هذي الفاينل ريزولت، هذا المكياج اللي عندي الكل. وتوا باش نتعدى للكوان هذايا، هذايا أحسن كوان عندي، هذولي أزين كوان عندي في البيت. ثلاثة طويول هذوما خديتهم، زدت خديتهم ما عنديش ثلاثة أيام، من عند جوميا وما كنتش صدقوا صومهم، على خاطر صومهم 59 دينار كان صدقني ربي، ومع الكود برومو جي ألفا تنخليهولكم يوليو حكاية 53 دينار أكاهو، ياسر مزيانين. هما ثلاثة، كل واحدة أكبر من الأخرى والكبيرة أعلى واحدة، وما عاد يحطوا كيف ما تشوفوا. حطيت فوق هذه اللي هي ظهري خليته من عند
فما مرة مشيت لسفاقس مشيت للإكسبو ظهر لي التتاني كذا ظهر لي ربي طالع عليهم خلي لكم اليوم هذوما نزل الناس سألتوني باش عليهم هذوما دي بوجي خليتهم من أمريكا من نورثروب كيما كان يو كير تو نو شمعة هذايا زايدة مكتوب عليها هذو جورجيس هذايا هذايا من مارشالز من أمريكا زايدة وفما كالعادة كتوشة متاع الفلونت ارتيفيسيال خاطر انا حاسة هكا مزيانة ركبت لي دو زيتاجير هذوما هذوما خديتهم من جيان ظهرلي وقتها مشيت انا ورانيا هاني مش نوريكم بالضبط شنو زينت فيهم شوفوا فيا والا لا اما هذايا محطوط جوست فوق البيرو نتاعي من غادي نحط الكوفري نتاع بارفان هذوما ثلاثة كتب قريتهم حسيتهم هكا مزيانين حطيتهم شمعة بلانت هذايا صغيرونة بلانت هذايا بلاستيك راه ارتفيشال انا باي ذا واي راني نكره لي بلانت على الاخر وكان نهار نجيب بلانت للدار نصورها تموت في نهار وهذايا هذايا لاباري فوتو اول اباري فوتو استعملتها في حياتي وقتها كي كنت نقرا في امريكا شريلي بابا الله يرحمه ماهيش اباري فوتو نيميريك هذايا اباري فوتو نورمال معناها تحط فيها الفيلم وقتها فوتوغرافي نوار بلون وقتها اول ما قريتها عندي ميموريز برشا معها الكاميرا هذايا دونك مزينه بها هكا البيت هذايا الاتجاه الثاني حاطته في الحيط جوست اللي بجنب الاتجاه هذاك هوني عندي دو تابلو هذوما خديتهم عند كاستيلو كازا وقتها مشيت مره لصفاقس عجبوني على الاخر التابلو هذاك خديته من عند جيان ظهر لي كالعاده بلانت ارتيفيسيال هكا باش تعطي توش باش نتعدى توا للبيرو البيرو هذا خديته من عند تونس كاونت بكوس هذا خديته من سيتو كومبليتمون شنوا تسي هذا جبتهم من دارنا هذوما زوز دي كوفري نتاع بارفان جوست مزيان فيهم واللامب هذايا صغيرونا خديتها من عند جوميا كيف ما عنديش برشا هذايا لامب ليد تتشارج باليو اس بي وهكا تشعل هكا من غير حتى كابل من غير حتى شيء حسيتها ياسر مزيانة هكا وعملت توش حلوة برشا للسبيس هذايا سينا من غادي عندي بلاتو فيه لي بارفان نتاعي الكل غادي عندي اللابتوب نتاعي اللي نخدم بيه كي نبدا مانيش هوني وهوني عندي اجندا ونوت باد نكتب فيها الحاجات اللي نستحقها هذا شو عملت حتى لتوا مازالو فما شوية حاجات ناقصين مازالو فما دي ريدو نحب نركبهم I'll keep you guys updated على انستغرام سينو ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو كانت مختلفة شوية على الستيل نتاع الفيديو اللي مستانسة نعمله وان شاء الله عجبتكم التور وعجبتكم الديكور وكل شيء اعطيني رايكم I really would like to know انا بالنسبه لي انا ما نحبش هكا حاجه تبدا شارجي برشا من البيه خلي كل شيء سامبل لو ماكسيموم ما تنسيوش باش تعملوا سبسكرايب لليوتيوب شانل تنزلوا على النقوص الصغيرون هذيك باش كون نعمل فيديو تجيكم نوتيفيكاسيون سينو ما تنسيوش زيدا باش تستعملوا الكود برومو جي ا الفا اخر نهار باش تستعملوا هو لو 7 جويي باش تاخذوا موان 10% على لي زاشا نتاعكم الكل وانا ان شاء الله نشوفكم في فيديو جايه باي باي